عن طريق العملية الخفيفة جدا. أشهر عملية دلوقتي اللي هي عملية الفيكو. عملية الفيكو خطواتها متعددة جدا، احنا هنختصر الخطوات في حوالي واحد اثنين حوالي اربع نقط. خلاص، اول خطوة حضرتك زي اي عملية كاتر تفتح فين؟ تفتح في اللين. طب وبعدين تخش بالالات بتاعتك زي ما انت بتعود تخش من الفتحة دي كده، تديه تقطع مين؟ ها يا جماعة كلنا متعودين على الكلام ده، قلنا الحصة اللي فاتت نقطع الانتيور كابسول. يبقى اول خطوة عندنا هو ان احنا هنقطع في الكابسول، في الانتيور كابسول. قلنا الحصة اللي فاتت عشان نقطع في الكابسول عندنا طريقتين. ده منظر امامي للعين اهو، ممكن افتح الكبسول وبدلنت بطريقة زي ما انتوا شايفين كده. ايه الطريقة دي؟ ايه الريجولر. وممكن افتح الكبسول طريقة تانية بطريقة سموث كده. فاكر الطريقة اللي سموث دي كانت ايه؟ اسمها كبسولو ريكسل، ان انا بلف بالكبسول كده لحد ما تتقطع. صح؟ يبقى اول خطوة انا هفتح الانتيور كبسول عن طريق الطريقة الجديدة اللي اسمها كبسولو ريكسل. ايه الفكرة؟ هنا الكورنيا كده، بخش بالالات بتاعتي من الكورنيا. بعد ما بخش من الكورنيا بلاقي يقطع الكبسول، ابتدي اقطع الكبسول بطريقه سيركولر. خلاص، حضرتك هتقطع الكبسول بطريقه سيركولر دي بنسميها كبسولو ريكسل. طب وبعدين؟ بنجيب جهاز بقى الفيكو. جهاز الفيكو جهاز ضخم جدا، كويس. وفي نهايه الجهاز هنا في حاجه اسمها بروب. البروب دي بتطلع الترا سونيك ويف. الالترا سونيك ويف دي انا بدخل البروب من هنا وادخل الالترا سونيك ويف او البروب من الايه، من الانتيرو كبسولوت اللي انا عاملها. تبتدي الالترا سونيك ويف تكسر الفين، تكسر الهارد كاتراكت وتحوله الى فلويد او الى ايمالجن. هو ده المطلوب. يبقى باستخدام الالترا سونيك بروب اي كان ترانسفورم ذا كاتراكت. اقدر احول الكاتراكت من حاجه سوليد لحاجه ايه؟ حاجة فلويد. اقدر احوله الى حاجة اسمها ايمالجن فلويد. خلاص كده خلص دور الزيكو. على فكرة الزيكو خلاص دوره كده. انا حولت الكاتراكت لايه دلوقتي؟ لفلويد. عايز اشفط الفلويد ده. فاكرين الالة اللي بتشفط؟ ها الالة لها كام واي؟ اتنين. في واي متوصلة بجهاز محلول، بجهاز صلاين. في واي منهم متوصلة بسرنجة. الالة دي كان لها دبل واي كانيولا. ناو اي كان ريموف ذس ايمالشن. اقدر اشيل الايمالشن ده باستخدام الدبل واي كانيولا. او الطريقه دي لها اسم تاني على فكره غير الدبل واي كانيولا، اسمها اي اي، يعني ايريجيشن اسبيريشن. انا هعمل ايريجيشن، هنزل ايه؟ هارول ايه؟ الصلايب. وفي نفس الوقت هعمل اسبيريشن. يبقى اقدر اشيل الايمالشن باستخدام الاي اي. الاي اي اللي اسمها الريجيشن اسبيريشن. الحمد لله شفطنا الفلويد. كلنا شفنا في الفيديو الدكتور بعد كده بيعمل ايه؟ بقى عنده باك فاضيه، يدخل العدسه مكنيه يحطها هنا والعدسه تتفرج جوه. شفنا ده في الفيديو. يقدر الدكتور بعد كده يزرع حاجه اسمها فولدبل اي او ال. اي او ال يعني انترا اوكولار فيجن. فولدبل يعني اقدر اتنيه وادخلها جوه، ولما تخش جوه يحصل لها انفولدنج. يعني ايه يحصل لها انفولدنج لجوه؟ تتفرد. يحصل لها جوه انفولدنج انسايد ذا باك. لما تخش جوه الباك هي تتفرد لوحدها. فاكرين يا جماعه ازاي بندخل العدسه دي جوه؟ هبديكوا الزياده حالا، هبديكوا اللي انتوا عايزين انتوا تكتبوه. فاكرين ازاي بندخل العدسه دي جوه؟ بحط العدسه في حقنه، واروح في حقنه وحصل كده اروح حاقن العدسه. تقول العدسه داخله جوه تتفرد، اسمها ايه الحقنه؟ انجكتور. يبقى اقدر ادخل الفولدبل اي او ال جوه العين باستخدام حقنه اسمها ايه؟ اسمها انجكتور. خلاص؟ مالا مع بعض كده اربع نقط في الفيكو. اول نقطه رقم واحد. خلاص رقم واحد هديكوا بعدين اقولها تاني. رقم واحد كبسول ريكس. رقم اثنين كلمتين كده. رقم واحد كبسول ريكس. رقم اثنين خطوات الترا سونيك بروب. وانت فاهم بقى تعمل ايه؟ رقم اثنين الترا سونيك بروب. رقم ثلاثة الريجيشن اسبيريشن. رقم أربعة إيه؟ بزرع إيه رقم أربعة؟ فولدبل أي أو إل. فولدبل أي أو إل. إيه الخطوة اللي أنت وقعت عندها يا دكتور؟ خالص الأول خالص؟ طيب هفتح الكبسول. خلاص؟ خلاص نخش من هنا، من هنا كده نفتح الكبسول. وبعدين عندي كاتراكت ناشف.
اجيب جهاز السونار. جهاز السونار جهاز كبير ضخم وفي شركة كده في نهاية السكة في برو احط البروب هنا بتطلع لي الترا سونيك ويف. الترا سونيك ويف يجي تخبط في الكتل تحوله من حاجة سوليد لحاجة ايه حاجة فلويد تحول الكتل الى ايمالشن او فلويد كده خلص دور السونار كده خلص دور الفيلو. انا عندي دلوقتي جوه كتل او عندي حاجة سوليد حاجة بقت فلويد تقدر تشيل اي حاجة فلويد في الجهاز اللي بيروي وبيشفط اسمه جهاز اللي بيروي وبيشفط الريجيشن اسبيريشن. يبقى أول خطوة فتحنا الكبسول. ثاني خطوة يا دكتور حولنا الكاتلك للإيه؟ فلويد. ثالث خطوة شفطنا الفلويد بإيه؟ الريجيشن أصلا إيه؟ رابع خطوة زرعنا جوه فولدبل أي أو إس أي أو أي أو إس فولدبل أي أو إس. خلاص؟ إيه مميزات الفيكو عن العملية بتاعت الفيكو اللي فاتت؟ دلوقتي اللي موجود هنا عبارة عن إيه؟ فلويد. هل أنت محتاج فتحة كبيرة عشان تشيل الفلويد ده؟ أنا محتاج فتحة إيه؟ صغيرة. بصوا كده على العين لو هعمل عملية فيكو بفتح فتحة صغننة جدا حوالي 3 مشي. لو هعمل العملية القديمة اللي اسمها اكسترا كابسولار كاتركت اكستراكشن بعمل فتحة اكبر جدا. يبقى ميزة الفيكو ايه الادفانتج اوف ذا فيكو عن بقية العمليات ان انا اقدر اشيل الكاتركت من ايه من سمول انسيجن حجمه 3 مشي. طب يا ترى حجم الانسجن ده بتاع الاكسترا كابسولا كام ملي؟ 8 ملي. هتفرق معاك لما الجرح يكون كبير من الجرح يكون صغير كده يقول لك ما كده كده جرح وهيشم يعني ده هيشم فايبروزس وده هيشم فايبروزس. اي فايبروزس بيعمل ايه في الكورني؟ بيعوجها بيعمل استجماتيزم. توقع ان الاستجماتيزم يبقى لف مع مين؟ مع الفيكو. يبقى الفيكو يا جماعه بيقلل البوست اوبراتيف استجماتيك. ليه؟ لان الاستجن ايه سمول. خلاص يبقى اهم حاجه في الفيكو حتى في دكاتره بتستعرض يكتب على اليافطه بتاعته ايه نزرع العدسه من غرم ابر. هقدر ازرع قصده ان هجيب لك عدسه فولدبل وهدخلها من فتحه ايه صغيره ومش هحتاج فتحه كبيره. في دكتور كده منين ما كاتب كده على اليافطه بتاعه كل يوم بيتريق عليه كل يوم يتريق عليه يتم زرع العدسة من هو كاتب ايه؟ من ثقب الابر. هو كاتب كده على اليافطة من ثقب الابر ماشي. يبقى ده طب ايه عيوب الفيكو بقى؟ الفيكو ده مش حاجة كده يعني ملهاش لا فيها عيب وحيد. بيقول لك لو الكاتركت ده هارد نيوكليار كاتركت نيوكليار كاتركت وكمان هارد لما الكاتركت يبقى ناشف قوي تتوقعه احتاج قد ايه من التراسونيك ويف اكتر ولا اقل؟ احتاج التراسونيك ويفز اكتر بكتير قوي لحد ما اقدر احول الكاتركت ده لفلويد. فاهمين يا جماعه؟ لما بستخدم التراسونيك ويفز كتير ممكن التراسونيك ويفز تروح على مين تبوظها؟ على الكورنيا. تروح على مين تبوظها؟ على الايرون. يبقى بليز لا تستخدم الفيكو في حالات الهارد كاتركت لان انت هتحتاج a lot amount of ايه في التراسونيك ويف. هذه التراسونيك ويف زي ما هتعمل لك اللي انت عايزه زي ما ممكن تاذيك ممكن تعمل ايه ممكن تعمل دامج للكورنيا ممكن تعمل دامج للايرس ماشي يعني ممكن تعمل ايرايتس وممكن تعمل كورنيا دامج. عشان كده الكلام ده زمان ما كان انت ما كانش لنا عيان عنده ميه كده اقول له استنى لما تستوى وبعدين اشيلها لك ماشي. استنى لما الكاتره بتنشف كده ويبقى مسيول وبعدين اشيلهولك. الكلام ده خالص دلوقتي اقول له اوعى تستنى لان لو استنى مش عارف اشيلهولك بالايه الفيكو. شفت الدنيا اتغيرت خالص يعني من مثلا من 5 سنين اي عين يقول له استنى لما الماء تستوي يعني استنى لما الكاتره بتبقى ايه يبقى مسيول يبقى هارد. دلوقتي اقول له لا اوعى تستنى لو بقى هارد هعملهولك زي زمان هعملهولك بالايه بالجراحه مش عارف اعملهولك بالايه بالفيكو. انتوا كلام جديد الكلام الجديد تشيل الكاتركت بدري. كل ما الكاتركت يكون لسه في الاول كل ما اقدر اشفطه بسهوله بالايه بالفيكو. فهمتوا الفكره يا جماعه؟ يبقى عيوب الفيكو ما اقدرش استخدمه لو الكاتركت ايه واضح ان الفيكو في مشكله ان ممكن يبوظ الفيكو ممكن يبوظ الكورنيا ممكن يبوظ الايرس. في عندي جهاز نفس الجهاز بس تحول الكاتركت للفلويد مش باستخدام التراسونيك ويف باستخدام نوع معين من الليزر وبقيه القنوات عادي بسميه فيكو ليزر. يبقى الفيكو ليزر اقدر احول الكاتركت الى فلويد الى ايمالشن باستخدام نوع معين من الليزر. الليزر بيبقى فوكس هنا مش هيوصل لايه؟ الكورنيا. الليزر مش هيوصل لمين؟
للايرن اتش. يبقى الفيكو ليزر ملوش هارد وفي الافكت اون ذا كول هيدي ليه مش هيدي الكول. خلاص كده هتخلص العمليات. تعالوا بقى عند موضوع انا ذكرت ما بحبش اشرحه. اولا مفيش امتحانات, ثانيا بزعل قوي من العنوان كومبليكيشن اوف كاتاراكت اوبريشن. كويس كل ما اشرح نقطه تقول اقول اصبر يا رب ليه دي حاجات بتقابلنا واحنا شغالين شغال. كويس يحصل لك اي كومبليكيشن من دول احنا هنقوله في العمليه باظت العمليه دي اتكررت كذا مره معاك بقت سمعتك وحشه خلاص قفلت العياده. يعني كل حاجه من دول بالنسبه لي مرعبه كومبليكيشن كاتاراكت اوبريشن حاجه. يعني هنشوف مع بعض دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل بقى. انا عايز اقول لكم على حاجه تفتكروني بيها دايما في الجراحه. اي عمليه تتشري اي عمليه ما تيجي تتكلم عنها تتكلم عن الخطوات تتكلم عن الكومبليكيشن اي عمليه تتشري خليها في دماغك كده بري اوبرتيف اوبرتيف بوست اي عمليه في الدنيا كده. خلاص لما يتقالك عن اي عمليه في العالم في اي حته من الشرف حتى لو خدت منها اي عمليه بري اوبرتيف اوبرتيف وايه بوست اوبرتيف. تعال نشوف المشاكل اللي هتحصل لنا بري اوبرتيف. هو الري اوبرتيف اهم خطوه احنا بنعملها قبل العمليه خطوه الايه خطوه البين. تعال نشوف ايه اللي ممكن يحصل وانا بدي البين. عنده كل الحاجات دي على فكره انا بتساوي تتابع عليا وانت فاكر هذا العين اهو وهنديله عطره الايه حوله الايه حوله البين. طب ايه حوله البين بديها فين؟ بخش بالابره هنا كده واحنا البنج اهو اسمها ايه ريترو بلبر انستيزيا. ممكن الدكتور غصب عنه يروح داخل في اللاب ريسك ده اللي يطلع دم يبتدي يكون ايه ورا العين نزيف ورا العين. الاول حاجه ريترو بلبر هيماتوم كده اليوم بقى كده العمليه تتاكل وتاخد فلوس النهارده. دي ابسط حاجه اول ما يحصل لي ريترو بلبر هيماتوم ابقى اروح قافل العمليه اتاكلت ليه؟ لان حصل نزيف ورا العين حاجه فالعيان بياخد الثقه فيك والدنيا وغالبا بيروح يعملها عند واحد تاني. الاول مشكله ريترو بلبر هيماتوم. لو الدكتور بقى يعني حلوه شويه هيروح داخل بالابره داخل فين؟ في الاوبتيك نير. اوبتيك نير بدل الدكتور حلوه اكتر هيروح داخل في العين جلوب بريفوريشن. يبقى ممكن يحصل جلوب بريفوريشن ممكن يحصل اوبتيك نير بالدمج. رقم اثنين ورقم ثلاثه مسؤوليه مين؟ الدكتور ده الاولاني مسؤوليه. انا دخلت غصب عني دخلت في ارضي حصل ورا نزيف اسمه ريترو بلفر هيرو. الكومبليكيشن رقم اربعة برضو مش مشكلتي يعني. كويس دخلت بقى في الارتري كويس ورحت حائل جوه الارتري يبقى الانستيزيا وصلت ايه؟ سيستميك سيركوليشن يعني يموت. خلاص ممكن يحصل شوك لو الانستيزيا وصلت سيستميك سيركوليشن زي ما حكيت لكم انا في عيانه ماتت عندنا من شهرين كده. خلاص مش عارفين ايه اللي وصلت ممكن يكون اي حاجه ممكن يكون فعلا حصل لها شوك من الانستيزيا. يبقى العيان ممكن يموت يا جماعه من الانستيزيا لو الانستيزيا دخلت في السيستم سيركوليشن او تعدي الانستيزيا تعدي من العظم توصل لفين؟ من المخ. طب كده دي برين ستيم انستيزيا والعيان يموت برضه. نعم لو العيان عنده حساسيه من الانستيزيا وبعدين الانستيزيا اللوكال مش المفروض تخش في السيستم سيركوليشن. خلاص الحاجه اللي بتنوض فعلا مش ان الانستيزيا تخش في السيستم سيركوليشن. لا انا زي ما قلت نقطه رقم اثنين اللي بتخاف منها الانستيزيا توصل لايه؟ الانستيزيا اللي هنا ممكن تعدي وتوصل للمخ يحصل برين ستيم انستيزيا والعيان يموت. كل هذه الكومبليكيشن ايه يا جماعه؟ بري اوبر كل نوع كومبليكيشن وانا شغال الاوبرتيف كومبليكيشن ايه اللي ممكن يحصل وانت شغال؟ اول حاجه في الفتح انا اول حاجه اقول بسم الله الرحمن الرحيم واروح فاتح العين تفتح فين يا جماعه؟ طب لسه ايه دلوقتي نفتح فين؟ عند ليه المفروض الدكتور الشاطر يفتح كده يخش من هنا يلاقي نفسه فين؟ في الانديو تشامبر. تعال بقى دي كانت بتحصل معايا في الاول انا لسه بتعلم. تعال تفتح تلاقي نفسك بتخش كده كويس برغم الاول شويه تروح تلاقي نفسك فين كده ما انتش عارف تخش فين؟ في الانديو تشامبر. خلاص؟ احنا عمال تخش في اللامج اوف ذا كورس عارف تخترق وتوصل للانتيريور تشامبر. دي اول مشكله اسمها امبروبر سكشن. يعني انا ما مش عارف افتح كويس امبروبر سكشن اول مشكله. اي مشكله زي اي عمليه ممكن يحصل ايه وانا شغال؟ ممكن يحصل ايه وانا شغال؟ نادي هيمور والهيمور ده له مصادر كتير. ممكن يحصل هيمورج من هنا هيمورج من هنا من الجهاز. ممكن لو الدكتور حلوه حور مين؟ الايرس يحصل نزيف من الايرس. حتى عارف لما نزيف يطلع من الايرس يتجمع في الانتيريور تشامبر هنا بنسميها ايه؟
هايفيما، يبقى ممكن يحصل نزيف اسمه هايفيما. كل الاولانيين دول يعني لهم حل، نزيف من الجرح كده كده هيقف، نزيف في الانتيريور شامبر هشفته. بص بقى المصيبه دي بقى حاجه مرعبه، يحصل انفجار دموي داخل العين بنسميه اكسبالشن هيموكس. لو انت دكتور مش شاطر كويس واشتغلت على عين ضغطها عالي، عين فيها جلوكوما، رحت فاتح العين والضغط جوه عالي، ايه اللي يحصل في ضغط العين؟ يقل فجأة. عارف لما ضغط العين بيقل فجأة بيحصل ايه في البلاد فيسلز اللي جوه العين؟ فجأة تلاقي الكورويد البلاد فيسلز اللي هنا اتفتحت وبدأ يحصل نزيف داخل العين، انفجار دموي داخل العين اسمه اكسبالسيف هيموريج. يبقى سبب الاكسبالسيف هيموريج ايه؟ ان انت اشتغلت على عين فيها جلوكوما ضغطها عالي، فلما فتحت العين حصل ايه في ضغط العين؟ صادم دروب. لما بيحصل ضغط العين انا بحب اقلل ضغط العين، اقلله ايه؟ بلاش قللت ضغط العين فجأة البلاد فيسلز اللي جوه العين فرقة، يحصل لك انفجار دموي داخل العين. اخطر حاجة تحصل وانا شغال. يبقى كمان شوية كده في ابني بيقول لك اخطر حاجة تحصل اوبرتيف ايه؟ اكسبالسيف. كويس؟ كل ده ما بيقابلناش كتير. اللي بيقابلنا كتير اللي انا هقوله ده، انا عمال انضف الكاتراك، عمال انضف الكاتراك، هم بتقاطع مين؟ بتقاطع البوستيريور كابسول. هلاقي مين بقى بوش العكر؟ بلاقي ان انا اول ما اشوفه في العمليه بتخانق بقى مين بوش العكر؟ احنا يا جماعه كدكاتره انا اقول لك ايه، الحاله فتره يلا الحاله فتره. اول ما الفكر طبعا انا دايما احب اخلص العمليه من غير ما اشوف وش مين، احب اخلص العمليه من غير ما اشوف وشي ده الفيتر. لو الفيتر طلع لي قدام تبقى الحاله باظت. هقول لك ليه، يعني الفيتر هيعمل بلاوي لما يطلع قدام، بس انت مسميه الحاله ايه؟ حاله باطره. يعني ممكن يحصل رابتر في البوستيريور كابسول، دي غصب عنها بتحصل، دي من دكاتره كتير. طبعا لو حصل رابتر في البوستيريور كابسول ممكن الفيتر يطلع لقدام، بنسميه ايه بقى الفيتر لما يطلع قدام؟ بنسميها فيتر فلوس. واضح حضراتكم ايه سبب الفيتر فلوس؟ رابتر فين؟ بوستيريور كابسول. ايه المشكلة يعني لما الفيترا يطلع لقدام؟ ممكن نألف مع بعض. يلا الفيترا تيجي على مين؟ يعني الايرايس تيجي على الكورني، يعني الكورنيا دامج. الفيترا تيجي ان هو في الانجل يعمل جلوكوما. ممكن الفيترا تيجي ان هو يقفل مين؟ بيوبل، يعمل لك جلوكوما تانية اسمها بيوبل ده بلوك جلوكوما. تعالى نشوف ايه مشاكل بقى الفيترا هيعمل ايرايس، هيعمل كورنيا دامج، هيعمل جلوكوما. بص بقى الفيترا ممكن يا جماعه هو بيطلع لقدام كده يدق مين في سكته؟ الفيترا هو بيطلع لقدام، بصوا يدق مين؟ ها الفيترا بدا يدق مين؟ لايف بدا يدق البيوبل، البيوبل طلعت لقدام، بنسميها درون اب بيوبل. سموها درون اب بيوبل. الفيترا لما بيطلع لقدام بيشد مين معاه؟ ايه اللي شد معاه؟ الريتنا. ممكن يحصل ايه؟ الريتنا ديتاتشن. لما يحصل تراكشن على الشوط بيتز اوتليتنا، بارت بيتز اوتليتنا لما تتشد توسع وبيطلع منها اكسودات يتجمع على الماكرو. ماشي يا جماعه؟ يحصل حاجه اسمها ماكلر اديما. الماكلر اديما دايما تاخد منظر سيست، تلاقي سيست مليانه ميه وسيست مليانه ميه وسيست مليانه ميه، بنسميها ايه؟ بنسميها سيستويد ماكلر اديما. السيستويد ماكلر اديما تاني. الفيترس لما طلع لقدام ايه اللي حصل؟ جه على الايريس عمل ايريس، لما طلع لقدام جه على الكورني بوظ الكورني، جه في الانجل عمل جلوكوما. لا البيوب اللي قدام سميناها ايه؟ درون اب بيوب. صح يا جماعه؟ لا البيوب اللي قدام سميناها درون اب بيوب. شد مين معاه الرطا ده؟ الريتنا. شد الغلط بيسلس فوق ده الريتنا، طلعت قديمه. القديمه اتجمعت في الماكلة على هيئه سيست وسيست وسيست، سميناها ايه؟ ستويت ماكرا دي. طب ايه الحل لما اشوف الفيترس اعمل له ايه؟ لما يطلع لي قدام الفيترس لما الاقي الفيترس طالع لي هنا وانا شغال، اقعد اشيل 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 لحد اشيل الانتيريور بارت اوف ذا فيترس اللي قدامنا. يبقى التريتمنت هو انتيريور ريتريكتوري، اشيل الانتيريور بارت اوف ذا فيترس. في حاجه حصلت مني مره وكنت متغاظ قوي. ليه بقى؟ بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، فتحنا العين داخل افتح انا لسه مين؟ طبعا الفول لسه كده قافلين مين؟ لسه بشتغل اهو كويس؟ كانت الزنيوز دي دايبه. اول ما لمست الريتش تحت ايه؟ راحت واقعه مني فين؟ في الريتش. بنسميها posterior dislocation of the lens.
لينس دخلت واغلب حاجه في الموضوع ان لينس وهي بتتقطع المترح يعني بتنزل مره واحده مش هتنزل ايه انت خلاص تنزل قدامك مضيعين مش عارف انت لو بتطلع على شكلك كانت حاجه مضيعه حاجه كبير يعني نازله ايه كده وهي بتغرق تحس ان اللينس بتغرق قدامك لحد ما تنزل ورا طبعا الفل هنقفل ونروح نجيب الدكتور بتاع ايه بتاع بوستيريو الدكتور بتاع بيتر يشيلها لنا خلاص يعني كانت حاجه يعني حاجه مستفزه فعلا بوستيريو ديسلوكيشن انتر كل ده حصل والله انا شايفه بعيني ربنا يبعد عننا جميعا عن الكومبليكيشن انت مش هتحسوا بالكلمه دي كومبليكيشن انا اكتبها للامتحان لا الكومبليكيشن مش دي انا مش بقولها عشان امتحان انا بقولها عمال ايه افتكر صورة معانا يا رب صورة اول اي حاجه من دول تبقى العمليه باظت ماشي ايه الكومبليكيشن اللي هتحصل بعد العمليه الكومبليكيشن اللي هتحصل بعد العمليه في بعد العمليه بيوم بيومين بنسميها ايرلي كومبليكيشن في كومبليكيشن تحصل بعد العمليه باسبوع اسبوعين بنسميها ايه ليت كومبليكيشن الاخر كومبليكيشن ده هو دي حاجه اسمها فورميشن اوف ذا ايتي بصوا يا جماعه دي مشكله بتقابلنا واحنا شغالين طول ما انا شغال انا فاتح ليه انا فاتح الايتي صح يا جماعه الايتي مفتوحه فين الايكوال تطلع والانتير نمبر يحصل لنا نفس فين كده ايه كلاب اروح انا حاجه هنا فلوس تروح تعمل ايه طلع كلاب اروح كل شويه يا طلع كلاب وانا اعمل لها ايه ريفورمين المفروض انا بعد ما بخلص العمليه وبخلص لا الانتيرور شامبر لحد ما تبقى كولابس الانتيرور شامبر على ما ترجع زي زمان هترجع زي زمان تاخد لها 24 ساعه افرض بقى تكوين الانتيرور شامبر اتاخر سميها ايه كومبليكيشن سميها ايه ديليد فورميشن اوف ذا انتيرور شامبر مين اتوقع السبب اكيد كل ما شويه ايكو تتكون ولا كروب منين من الجرح يبقى ايه سبب delayed formation of the anterior chamber اكيد عندي wound بيك اكيد الwound بيليك ايه السبب ده ممكن انا السبب انا ما عملتش غرز ايه كويس ممكن انا غصب عن انا عملت غرز كويسة والعين كحش تحت غرز ايه فاكر المهم ان السبب ان الwound بيه ايه wound ايه اللي مضايقك يعني ايه يعني لان شاء الله عندنا متكون الانتيور ده لما تبقى الدنيا قريبه من بعضيها كده ممكن الايرس ينزل اي نوع يعمل لي حاجه اسمها بريفرال عارف الايرس لما يلزق في الكورنيا بنسميها انتيرو فانيك وش بارت لزق هنا بريفرال بنسميها بريفرال انتيرو فانيك ايه المشكله يعني المشكله هذا ايه المشكله يعني ايه يعني ان دي هنا الدنيا لازقه ايه الانجل مقفوله يحصل لك ايه بص انا قلت اسمك ازاي ها الانجل يحتمل انا مقفوله يحصل ايه قول معايا جلوكوز يبقى يا جماعه تاخير تكوين الانتيرو تشامبر نتيجه ان الجرح بيلين يعمل لي ريفر انتيرو تانيكا ريفر انتيرو تانيكا ويلي تو جلوكوز الكلام اللي بقوله اللي ما بقولوش بص انا ما بقاش عايزه ماشي يا جماعه طبعا يا جماعه الانتيرو تشامبر المفروض تتكون في وقت لا يزيد عن 24 ساعه الى 48 ساعه زي ما حصل نزيف وانا شغال ممكن يحصل نزيف بعد العمليه يعني ممكن يحصل برضو انترا اوكلر ايه هيمرج بعد العمليه بشويه ممكن يبقى دي الدي الاي ده عندي اربع يعني اربع اول اي انترا اوكلر هيمرج ثاني اي هيريدو سايكلايت ايه يا جماعه اللي يخلي العيان بعد العمليه عنده هنا هو انفلاميشن عنده انفلاميشن في الايرس وفي السيلري بودي اسمه ايه انفلاميشن في الايرس وفي السيلري بودي اريدو سايكلايت قول لي ايه اللي ممكن يعمل كده ممكن انا السبب اي دكتور لسه بيتعلم وهو داخل وهو طالع بيقعد يعمل ايرفيشن في الايرس يعني ممكن السبب يكون سيرجيكال تروما يعني انا السبب ممكن يا جماعه انا السبب برضه ما نظفتش اللينس كويس سبت هنا شوية بروتين في الليل تطلع البروتين دي بعد العملية تطلع على ايه؟ على ايه؟ تعمل ايرايتس يبقى العيان ممكن يجيله ايرايتس نتيجة السيرجيكال تروما او نتيجة الريتيند لينس ماتر في لسه لينس ماتر موجودة جوه طلعت قدام على الايرس عملت له ايه؟ ايرايتس خلاص؟ يبقى دي ايه؟
delayed formation of the suture is all intraocular hemorrhage. وبعدين الايدوسايكلايت فاضل لنا فين اي ايرس برولابس. لو العيان يا جماعه بعد العمليه كحه راح الجرح ده اتفتح ممكن الاقي مين طالع لي من هنا الايرس طالع من الجرح بيسموها ايه بقى بيسموها الاي اللي بعد كده بيسموها ايرس برولابس. ها ايه رايكم ايه سبب الايرس برولابس ان الجرح ايه صح كده يبقى سبب الايرس برولابس هو ووند جيرنج الجرح اتفتح. ايه اللي يفتح الجرح قول انت ها ايه الغرز مش كويس او الغرز كويسه والعيان ايه والعيان كح. طب ايه المشكله يعني ان الايرس طالع لو الايرس طالع من الجرح الجرح لا يلحم عمره ما يلحم. طب ممكن مين يخش من جنب هنا من فكره يعني ايه مشكلة الايرس برولابس ممكن يخش ايه انفكشن طول ما الايرس موجود هنا طول ما الايكوس اللي بيتكون ايه بيخرج لبره اذا العمر مين ما هتتكون الانسيوشن بره عمرها ما هتتكون لان الايرس مانع ان الجرح هنا ها وكمل انت بقى لو في عندك delayed formation of the anterior chamber ايه اللي هيحصل لو الانسيوشن chamber هيحصل هنا هو ايه بريفرال انجيوتونيك اند ذا بريفرال انجيوتونيك ويلي تو جلوكوز خلاص اذا خدنا اي كمان اللي هي الايرس ايه برولابس احنا قلنا التسكيمه ضايو خدنا الايات خلاص الايه حاجه اسمها افتر كاتاركت كلنا خدناها قبل كده قلنا اي عمليه ميه بيضاء ممكن يتبقى منها شويه فاحنا الكلام ده بالتفصيل فاحنا قلنا لو سيبنا شويه اسمها ايه افتر كاتاركت. حد عارف يا جماعه اشهر علاج من افتر كاتاركت ايه؟ والله ده سؤالي بقى لو العيان يا جماعه بعد العمليه عنده هنا شويه باقيين كده بس عاملين فيهم فتحه بالايه بالليش انا قلت الكلام ده اشهر علاج للافتر كاتاركت ان انا اعمل الافتر كاتاركت اعمل فتحه بالليزر. ويتش ليزر ده سؤال شهر ياج ليزر اللي بيقطع ليزر اللي بيقطع اسمه ياج ليزر دايو خلينا الاو الاو اوكولر انفكشن. ممكن عيان بعد يومين ثلاثة أنا اشتغلت بآلات ملوثة ألاقي الدنيا هنا مليانة إيه؟ مليانة بحر. ممكن يحصل اندوفثالمايت. أخطر حاجة تحصل وأنا شغال اكتوبالسيفيوم أخطر حاجة تحصل بعد العملية اندوفثالمايت. تبقى عين باظ. دي حاجة مرعبة لدكاترة الرمد وحاجة مش في إيدينا. كويس؟ عيان أعمل له عملية تاني يوم ألاقي العين مليانة بحر. يا الله. لكن العيان ما يعرفش انت اللي ايه انت اللي تخش وغالبا من العين اللي بيحصل اللي بتتملى بص دي مهما كانت الدكتور شاطر ومهما عالجتها غالبا بتنزل يعني ايه ما بتشوفش كويس. يعني عيان داخل يعمل عمليه على المفروض عايز يشوف 6 على 6 يطلع بعد العمليه نظر ورا يجيك الايه الايه دكتور صنم هناخدها في ايه دكتور في ايه ده كان الجلوكوما لما الانتيور شامبر بتتكون واقفلها وصح ايه انا عام بعد اسبوعين جاله جلوكوما لا 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 انت كان عندك ايه في وقت من الاوقات ديلي فورميشن الانتيور شامبر واثناء الفتره دي جالك بريفا انجيوس دي في الوقت ده الجلوكوما الجلوكوما بعد ما الانتيور شامبر ايه اتقفل فهمتي شايف العين اللي عنده ايه اه هو ده اللي انا قلت عليه عايز ما تجيبهاش ولا اقعد امسح بايدي طول الحصه يعني شايفين ده الجرح اهو والجرح طالع منه ايه ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده يا جماعه ممكن الدكتور لو مش شاطر هو داخل مش يحك في الايرس ده هو داخل يحك في مين بتاع الدكتور يروح داخل ايه هو ما هو يعمل حد كل اللي انت قدامك اهي لا هو داخل على مين استقصد مين الكورنيا الاندوثيليا مش الكورنيا يروح العيان يا جماعة بعد العملية طالع الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا بتاعه باظ لما الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا يبوظ حاجة اسمها كورنيال ديكومبنسيشن يعني الكورنيا باظت كورنيال ديكومبنسيشن خلاص طيب في مشكلة بقى في العدسة ممكن اجي اركب له عدسة يحصل مشاكل في العدسة اول حاجة ان هي العدسة عاملة كده يحصل ايه في العدسة تلتم في العدسة ممكن اركب العدسة كويس الاقي العدسه واقفه هنا ومين اللي قاعد حواليها البيوبل هوريها لكم دلوقتي
بسميها كابشرد اي او ال. يعني الاي او ال مين اللي عملها كابشر؟ مين اللي مسك العدسه؟ البيوبس. ده كومبليكيشن. ممكن يا جماعه لو حصل سير في الفصيل الكبسول وانت ما خدتش بالك قطع هنا وانت ما خدتش بالك قمت زرع عدسه، ممكن تلاقي العدسه ثاني يوم فين؟ الكبسول دي اتقطعت، ممكن تلاقي العدسه ثاني يوم في الفيتر. ممكن يحصل فولينج للعدسه اون ذا ريتنا، العدسه تخش ايه اللي انا زرعتها تخش جوه تحت الريتنا، تخش يعني فين يعني؟ اللي بيحصل لها بوستيريور ديستروكشن كده. شايفين العدسه دي اهي، المفروض العدسه دي العدسه اهي المفروض هي في النص جت كده تلتم. كل دي العدسه العدسه دي ايه الخروم دي؟ دي خروم بتدل ان دي عدسه. عشان الخروم دي يا جماعه لما بحب امسك العدسه امسكها منها، العدسه دي جت على جنب تلتم. شايفين العدسه دي مين اللي قفشها؟ باينه؟ اسمها ايه؟ كابشر اي ويل. باينه ولا مش باينه؟ اسمها كابشر اي ويل. شايفين العدسه دي وصلت لحد فين؟ مين اللي دي الحمرا دي؟ ريتنا. العدسه وقعت. اوكي؟ كده الكومبليكيشن اللي بتحصل ايه؟ الكومبليكيشن اللي بتحصل ليه؟ هنقولهم بقى بسرعه مش محتاجين تفاصيل. كلهم سببهم بيترا برولاس. كلهم سببهم بيترا برولاس. يا جماعه لما البيترا يطلع لقدام ممكن يقابل مين؟ الانجل. يبقى اول كومبليكيشن سكندري جلوكوما. الجلوكوما اللي بتحصل بعد عمليه الكاتاراك لها ايه؟ اسمها ايه؟ جلوكوما. يا جماعه ركز معايا، الجلوكوما اللي بتحصل بعد عمليه الكاتاراك لها ايه؟ اسمها افيك الجلوكوما. هو بعد العمليه عامل من غير ايه؟ من غير لينز، من غير عدسه. كويس؟ عشان كده الجلوكوما اللي بتحصل للعيان اللي ما عندوش عدسه نسميها ايه؟ نسميها افيك الجلوكوما. لها اسباب كتير، يعني اقل سبب كنت هو واحد بس، ان يحصل ايه؟ فيترس ايه؟ فيترس بروس. جميع الاسباب اللي جايه اسمها فيترس بروس. ففينا يا جماعه الفيترس لما يحصل له برولات هيزق مين؟ هيزق البيوبل. البيوبل لما تطلع لقدام نسميها ايه؟ درون اب بيوبل. الفيترس لما يطلع لقدام هيشد الرتنه، يعني الرتنه بتتشفط. وممكن يحصل تكين بالتويت ماكرار قديمه خلاص. وانا كمان الان بي للاسف دي مهمه قوي اكتر كومبليكيشن وانا شغال. ها اكتر كومبليكيشن وانا شغال اكتر كومبليكيشن بوست اوفر ذا اندوكراين. اخيرا بقى عايزين ناخد انواع العدسات. انواع الاي او ال يا جماعه، العيان اللي مركب اي او ال اسمه ايه؟ طب انا هسالكم سؤال بطريقه ثانيه، العيان اللي من اللي من غير عدسه اسمه ايه؟ افكتيف. طب العيان بقى اللي عمل عمليه وكان حظه حلو الحمد لله الدكتور راح مركب له عدسه هنا اسمه ايه؟ اسمه سودوفيكي. يبقى العيان ابو اي او ال ابو عدسه اسمه سودوفيكي. انواع العدسات ايه؟ في عدسات هارد ما عدناش بنستخدمها يعني كتير، بس انا عامل ماده اسمها بي ام ام اي. احسن حاجه يا جماعه ان انا ازرع العدسه فين؟ كلنا نفسنا نزرعها فين؟ في الانجيو شامبر وفي البوستيريو شامبر. في البوستيريو شامبر دي احسن مكان. والحقيقه في البوستيريو شامبر في مكانين، المكان ده هيبقى البوستيريو شامبر انسايد ذا ايه؟ انسايد ذا باك. يبقى في البوستيريو شامبر رقم واحد انسايد ذا باك. ده دكتور شاطر قوي. ده دكتور شاطر قوي بس يعني بقى مش قوي قوي يعني. هو جه يزرع العدسه المفروض يزرعها جوه الايه؟ جوه الباك، راح حاططها هنا اهو. صحيح هي في البوستيريو شامبر بس هي ما بين الايرس وما بين الباك. بنسميها الصلقه. يبقى اللي في البوستيريو شامبر الدكتور الشاطر يزرعها فين؟ الباك. واحنا لما نيجي لما نزرعها تطلع في الباك نقول بص بص يلا عدت في الباك اهي كويس بص تعالى بس حطيت العدسه فين؟ في الباك. اللي يزرعها في الطرقس ده بيخلي يعني بيقفل يعني لما تطلع العدسه في الباك بتبقى جميله قوي. يعني نزرعها في الباك يعني نزرعها في الطرقس الاثنين بوستيريو شامبر. طب افرض بقى افرض الدكتور بقى حظه وحش او العيان حظه وحش حصل قطع في البوستيريو كابسول. دلوقتي انت مش هتقدر تزرع العدسه هنا، لو زرعتها هنا او هنا هتقع. هتتصرف ازاي بقى؟ عندنا طرق كثيره، اول طريقه وحشه جدا جدا تحطها هنا فين؟ في الانتيريو شامبر. العدسه اللي في الانتيريو شامبر هي تقعد تخبط في مين؟ في الكورنيا، تعمل كورنيال دامج او الكورنيال دي كومبنسيشن. خلاص عشان كده بقينا نحاول نعمل حاجات ثانيه. ممكن احطها هنا وخليها تكلب في مين؟ في الايرس. اسمها ايرس سبورتج.
او ايرس كلود يعني مخده. العدسه دي انتوا لو شفتوها اللي بتكلبش في الايرس تلاقي عدسه ولها بتاع دراع كده مخلب عند بتاع كابوريا كويس، بحطها كده واروح فاتحه واروح عدسه على مين؟ على الايرس. اسمها ايرس سابورتس. يبقى يحطها في الانتيريور شامبر، يحطها ايه؟ ايرس سابورتس. الكبسول كلها تقطع، ممكن احطها هنا هتقع. طب وبعدين؟ ممكن اخليها هنا وهنا فين؟ في السكليرا. ما سكليرا فيكسيتنج الايويل. رقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم اربعة، انت حط العدسة في الانتيريور شامبر، انت خليها تمسك في الايرس، انت خليها في السكليرا. كل ده لو دكتور مش شاطر، لو ايه اللي حصل لي؟ لو حصل سير في الايه؟ في البوستيريور كابسول. سير لو البوستيريور كابسول اتقطع ما عرفش عارف تستخدم الطريقه الايه العاديه. والحمد لله ان احنا بنقدر نزرع برضه يعني عشان ما يبقاش شكلك وحش قدام العيان. خلاص؟ يعني بيبقى داخل يقول لك لا لازم تزرع لي عدسه. طب الكبسوله اتقطعت تزرع لي برضه، بس ما تقعدش تقول له بقى العدسه في الصلخه. العدسه دلوقتي في الاي عملت في الاي، مفيش كلام، مش نازل عامل لك عدسه الحمد لله. وساعات بقى يعني اقول لك على حاجه بس يعني نصب يعني. تعال تيجي نزرعها في الانتيريور شامبر لانها مش راضيه تخش في الاير، ما عندناش اير. طب معانا ما بعرفش اعمل ايه وبعدين؟ والكبسوله اربعه. فانا زرع اقول له ايه؟ قول له عيني. اقول له جسمك رفض العدسه. ده كتير قوي. انا جاوبت على العدسه جسمك رفضها. يعني الحاجه مش في ايديا. نقول عينين كده. فعلا. عايز اقول والله. ايه جسمك رفض العدسه؟ فعلا فعلا ده بيحصل والله العظيم. ايه؟ اي واحد بقى بيعمل اي حاجه من دول بيروح بقى للدكتور شاطر يروح عامل ايه فتحه ايه؟ عشان لو الجيوب اتسدد الايكوس يعدي منين الفتحه دي؟ دايما اي بقى حاجه من دول بروح بعمل حاجه اسمها بريفرال اير ليج. برافو عليك ما شاء الله. بص طب بص كده العدسه دي فين؟ في الانتيريور شامبر اهي، لانها فوق مين؟ لا بص الدكتور عامل ايه معاها؟ شال الايكوس. لو دي عدت من جوه لان انت تسكته العدسه دي خارج من دي. لا يجوز سؤالك ماشي؟ دي انتيريور شامبر اهي. العدسه دي فين؟ دي الانتيريور شامبر برضه؟ اه. طب دي دراع العدسه فين؟ ده الايرس على فكره، دي بيوبل وده الايرس. دراع العدسه ورا الايرس، العدسه دي فين؟ دراع العدسه لو ورا الايرس والذراع ده ورا الايرس، العدسه دي فين؟ قدام ولا ورا؟ ورا في البوستيريور شامبر. يا رب حد يسلق لوحده. لا غير انها قدام، دي مين؟ دي الايرس كلو، دي اللي لها مخلب، يا ريت المخلب يكون باين، لها مخلب اهو. كويس بحطها كده وبص بص واروح شايل الايرس كده يروح تروح اي مركز باينه هنا ان هي قفشه في الايرس. المخلب ده قفش في الايرس باينه. مين مش شايفها بجد؟ دي الايرس كلو مش عارفه كده ولا مخلب اهو كده اهو ومخلب كده كده. يا جماعه اهو ماشيين كل ده تشوف اللي جوه ايه اهو الحته دي ايه؟ ايوه يا ريت تكون باينه. حد مش شايفها؟ حد شايفها باين؟ كل العدسات اللي فاتت ايه يا جماعه؟ خالص. العدسات الجديده بقى اللي هي الفوق واللي هي الصبح اللي هي انا كنت بشوفه زي القطايف. يعني ايه زي القطايف؟ فاكرينها كده عارف القطايف؟ القطايف مصيبه على القطايف دي بتبقى مدوره بس انا بسميها نصين. حطها ايه فندق ودخلها جوه تروح ايه؟ مفروده. دي اللي هي الفندق بنطلعها من ماده الاكرين او ماده السيرم. ايه ماده الفندق؟ ادخلها من ايه؟ ايه يا جماعه؟ من سمول انتجن. تحب تستخدم الفولد مع احد العمليه اللي هي عمليه طبعا؟ عمليه ايه يعني يا جماعه؟ العيان مش لازم يعني يجي واحد يقول لك انا مش لازم ازرع، ممكن احط جلاسز، ممكن احط كونتاكت لينز، ممكن بس الاي او ال احسن حاجه. ليه؟ لان يا جماعه الجلاسز تعمل لك صوره على الشبكيه مكبره جدا. الجلاسز بتغير صوره الشبكيه 30%، الكونتاكت لينز بتغير صوره الشبكيه 80%. الاي او ال احسن حاجه بتغير صوت الشبكيه 0%. يبقى هي ما هي مميزات الاي او ال عن بقيه الطرق اللي بنعوض بيها الاليات؟
اخبار الريتنال ايمج ايه بتاع الاي او اكس فوق الصوره بتاعت الاي او اكس شيلد ولا مصر مصر شيلد مين اكتر حاجه اكتر حاجه بتغير في حجم الريتنال ايمج الايه الجلاس الانديكيشن مش طبعا ليه ايه الكومبليكيشن بتاع اي عدسه اي عدسه في الدنيا اي عدسه ممكن تخبط في الاي تعمل يوجاز كويس اي واليوجاز اي انفلاميشن هنا بيطلع بروتين اي انفلاميشن في الاي بيطلع بروتين زي من مين الان يعني ممكن يحصل يوجاز ممكن يحصل جلوكوم فلو لعبت خبطت في الايرس جامد هيطلع ايه الايرس نزيف نزيف هنا اسمه ايه الانكيبشن بس هايديما ده سندروم على بعض اسمه يو جي اتش سندروم يو يو بي اي جي جلوكوم الاخر نزيف في الانكيبشن اسمه ايه هايديما طيب ايه الكومبليك اشهر كومبليكشن نحط العكس التعود سقع بعد ايه اسمها اي او ال ايه يا ترى العيان السودو فيكتير ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعه هو العيان الافكتور بص ده عمل عملية عنده عمل عملية ده مكان العملية بس ما زرعت عدسة ده اسمه ايه افكتور طب ده عمل عملية اهو وده مكان تبلد كرسة عملية اهو بس زرع هنا عدسة ده اسمه ايه الاستشهاد بعض الضبط هي كلينيكال بيكتر اراضيك لما نيجي ناخد كلينيكال بيكتر اراضيك حاجات كتير قوي العدسه نقط بس في نقطتين ناخد بالنا منهم العيان اللي في دماغه عدسه الريفلكشن بتاعه يفضل زي ما هو نورمال ولا يتحول لميوب ولا يتحول لهايبر ميوب شيلنا العدسه طب العين قويه ولا ضعيفه؟ شيلنا العدسه ضعيف ضعيف يبقى يعني بقى ميوبك ولا هايبر ميتروبيك؟ هايبر ميتروبيك يحصل له حاجه اسمها هايبر ميتروبيك طب لما انا ارجع ازرع له عدسه ايه يرجع تاني ايه نور ده اول فرق اللي هما اللي بعد بالظبط وفي فرقين اول فرق اقول الريفراكشن ان اكيد اوباتيك يبقى مقاس النضاره الريفراكشن ان اكيد اوباتيك يبقى هايبرمتروبيا طب لما نزرع عدسه يرجع الريفراكشن نورمال ده فرق في فرق كمان اي واحد يا جماعه لما اجيب تورش واحد نورمال اهو واجيب تورش ونورت عينيه تبص تلاقي جوه عينيه في ثلاث صور للصور جوه عينيه في ثلاث مرايات جوه المرايه الاولانيه الكورنيا المرايه الثانيه الانتيريور سيرفيس اوف ذا رينز المرايه الثالثه بوستيريور سيرفيس اوف ذا رينز يتكون لك ثلاث صور جوه عينيه هم 3 بركنجي ايمج هناخدهم بالتفصيل قدام ان شاء الله يبقى نورمالي لما نور نور في عينيه يتكون للنور كام صوره كام نقطه حط نور كده في عينيك اي كام نقطه ثلاث نقط هم 3 بركنجي ايمج ده نورمال العين اللي من غير عدسه هيكون له كام بركنجي ايمج واحد طب العيان اللي زرع عدسه هيكون له اثنين واحد من هنا وواحد مش من العدسه العدسه ما بتعملش بركنجي ايمج واحد من هنا من بصير كبسول يبقى في فرق اهو تاني ما بين الافيكيا والسودو فيكيا ايه الفرق التاني عشان الدكتور غالب لا انا عايز ولا تروح الدكتور نادر بقى طيب يا جماعة في فرق واضح اهو هنا كام بركنجي ايمج في الافيكيا واحد طب العيان ابو عدسه عنده كام بركنجي ايمج اثنين واحد منين واحد منين واحد من الكورنيا واحد منين ماشي يا جماعة ازاي بنحسب مقاس العدسه التي سوف يتم زرعها واحنا بنزرع له عدسه ازاي بنحسب مقاسها معادله بتقول لك البي يعني الباور اوف ذا بوستيريور كامبر ايوه بتساوي ايه ناقص 2.5 في ال ناقص 9 من 10 في كي واحده واحده الايه ده كود ثابت موجود على عدسه يعني فعلا كده اشتريها مكتوب عليها كده من بره الايه 118 يعني تتكلم ايه 118 يبقى ده ثابت تجيبه منين ده بجيبه من على عدسه ده كود طب ال اللي هو طول العين طول العين حد عارف الجهاز اللي بيقيس طول العين بايومتري او اسمه ايه سكان ولا بي سكان ايه سكان الفا ساوند او بسميه بايومتري بجيب طول العين واحط في المعادله الكيف هو تقوس الكورنيا الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا اسمه ايه الجهاز اللي بيجيب لي الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا
اسمه الكراتومتري. بروح مع يبقى اي عين اجي اسمه معاك العقم ما انت العدسه فقعد على جهازين على فكره قبل ما اطلع له المعين فقعد على جهاز الاسكان عشان يحسب لي الايه بقعد على جهاز الايه الكراتومتري عشان يحسب لي الايه الكي واجيب قوه العدسه طلعت العدسه مثلا قوتها 19 دي قوه العدسه اللي انا هزرعها فين هنا في البوستيريور تشامبر الدكتور الشاطر هو رايح يعمل عمليه الصبح عايز من المعدة 19 كويس يروح هو كده يعني بس يعني حد ياخد باله يروح جاي كده في ايديه كمان عدسه 19 اهي يروح جاي واحده 17 البوستيريور تشامبر ليه؟ عشان لو معرفش يزرع العدسه هنا في البوستيريور تشامبر هيضطر يزرع عدسه فين؟ في البوستيريور تشامبر نفس القوه؟ لا العدسه اللي انا هزرعها هنا انا محتاج بعدها البوري يبقى من هنا لحد هنا لو انا اضطريت ازرع العدسه قدام محتاج بعدها البوري يبقى اطول ولا اقصر اطول شويه اذا دي قوتها غير دي لما تحب تزرع العدسه في الامبير شامبر شوف قوه البوستير شامبر وضع منها كام يبقى الامبير شامبر اي ويز بتساوي البوستير شامبر اي ويز ناقص 2 انا دايما اعملها ما هوش حاجه رايح اعمل عمليه النهارده معايا عدسه 19 يبقى معايا عدسه ايه امبير شامبر كام 17 رايح اعمل عمليه معين جايب له عدسه 20 للظروف اجيب معايا عدسه امبير شامبر كام 18 تجيب كده خلاص ماشي يا جماعه ما حدش ضامن بالنسبه لها للزيادات في الصراحه كده هات كده ما اقولك انا أول سؤال انزل التحرير كله في عقلك السؤال الصغير من ده شافه اللي هو وين نوت تو دو كاتب التوبريشن السؤال اللي هو التحرير اللي هم which is the choice of the eye for cataract operation what are the cause of multiple accommodation مفيش ملغي بالكم جاي انتيريا انت كاتراكت هنكتب عليه كل صفحة 199 هنكتب عليه هي الصفحة 2 هنكتب عليه 170 اول سؤال هنكتب عليه طيب الكمبليكيشن اوف كاتراكت سيرجري مهم مهم لو انت عايز ايه كومبليكيشن اوف كاتراكت مهم جدا براون كاتراكت او كاتراكت نيجرا نكتب عليه ممكن تكتبه من اللي السؤال اللي تحت اللي هو ديفرنشال دايجنوز مهم قوي 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 مهم طب احنا عاوزين نسالين اول سؤال مهم السؤال اللي وراه الصغنن ده نكتب عليه سينايل سكليروزس نكتب عليه كونجنتال انوماليز ده مهم كونجنتال انوماليز ده هنشرحها مع بعض كده بسرعه كنت زيادة الأنوال الزمانية كيف هو الاسكير خدناها على فكرة؟ ايه رأيك في العدسة دي؟ يكون زيادة الأنوال دي هتيجي دي يلا بقى ايه رأيك في العدسة دي؟ المفروض يا جماعه مهما وسعت البيوبل اي كان نوت ذا ايدج اوف ذا لينز طب مهما وسعت البيوبل ما عرفتش اشوف حد اللينز طب انا جبت الايدج اوف ذا لينز يبقى اللينز دي ايه؟ سمول لما تبقى عدسه صغيره نسميها مايكرو بيكسل فساعات اللينز تبقى صغيره صغيره ومدوره جدا والزنيون طويله كده صغيره مايكرو بيكسل طب مدوره اللينز مدوره زيرو بيكسل طب الاثنين مايكرو زيرو فيكيا يبقى لينس صغيره مايكرو فيكيا مدوره زيرو فيكيا صغيره ومدوره مايكرو زيرو فيكيا هنا في جزء من العدسه مش موجود صح؟ كلوبوما اوف ذا ليز في نوتش هنا حته مش موجوده العدسه قلنا كلوبوما اوف ذا ليز دي جزء من العدسه مش موجود في جزء هنا مش موجود اهو يبين اوت بس وباين هنا كربوما طيب في فاكرين يا جماعه لما العيان
يطلع مخروط من الكورنيا اسمه ايه المرض ده لما الكورنيا طالعه منها مخروط كده كاتكون بصوا بقى في مخروط يطلع من هنا ونين مخروط يطلع من اللينز بنسميه لينتي جون اللي قدام انديو لينتي جون لينتي يعني عاده واللي ورا بتصير لينتي جون ايه رايك اللي قدامك ده يديك كورنيا وده الانسيور سيرفيس واللي ورا ده المخروط اللي ورا ده اسمه ايه بوستيرو لينتي جون عارف ان هو بوستيرو ورا طب ده الكورنيا ده الانسيوس فينا ايه مخروط اهو ده ايه بقى اللي قدام ده لا ده قدام لان جنب مين على طول كورنيا ده انسيو اللي انت كور حاجه ثانيه مش حاجه يا عطا كده انا مستعجل جدا انا خلصت كده يعني الجزء كله الجزء بصيو كورتيكال جات لك اخر سؤال مهم سؤالين اللي قبله اكتبوا عليه اللي قبله بس احنا الثاني كده النهارده عليكم نتقبل الاسئله النهارده منكم اصلا انا عايز امشي على طول عشان